من محطة البراق اللي هو هنا أمامنا. بون كاين القطارات العاديين ودوك اللي بلورونج في غادين هذوك الناس راه هما، وهنا كاين البراق جوج ديال القطارات مسخين خصهم يتغسلوا الله يرحمنا. طاحوا شي قطيرات البارح، شي قطيرات ديال الشتاء، مي سمحات السما بون. هنا هاد اللقطة بالحقيقة، هذا اللي أمامنا هنايا، هاد البناء هنا يمكن يكون شبه عشوائي. هادي المنطقة الشرف واللي كان سابقا من تما كتشاف لاكوت كاملة، ولكن بحكم أن الواجهة الأخرى أنا غنديكم ليها باش نوريكم طنجة الأخرى. طنجة غادية بدو ريتم، وفي الحقيقة المسألة هذه اللي كتعرقل شوية التطور بهذه المدينة. ما كون كانت غادية بريتم واحد راه غادي تكون من أرقى العواصم. بون هادي عروس الشمال. كنظن البراق ديالنا هو هذا اللي ماجي، لان غيدخل واحد وحنا غادي نمشيو فيه. دابا هادي جوج وثلث، والقطار ديالنا غادي يخرج مع الثلاثه. اهم ميزه فيه هي السرعه الفائقه والالتزام بالوقت، وهادو جوج الحويجات اللي كانت القطارات المغرب كتعاني منها. ورانا كنت سبق لي درت دي فيديو اللي قدامين في الحقيقه، داكشي دوك لي فيديو صراحة خصني نزولهم، لأن ولكن إلا زولتهم عاود خص باش ما ننساوش، خص باش نقولوا حنا غادي في الاتجاه الصحيح، ها كيفاش كنا وها كيفاش ولينا. ودابا عاود إلا كان شي انتقادات راه غنوجه على أساس أنه الانتقاد هو بهدف تطوير الخدمة. شكون حسن؟ واش نكونوا في هذا المستوى، ولا دوك القطارات ديال الكوبوي اللي كان كيطلع فيهم داك السيد اللي كيبيع واحد الجهاز، واحد السله كيبيع اللي مطلع براد كيبيع حتى هي اللي واحد الحاله، واحد القطار كله روايح خنز كله. نتمنى من عند الله ان القطارات المغرب كامله انها تتطور وتولي افضل من البراق. وباقي حويجات مزيونة جاية في المغرب إن شاء الله. صغير لصوص المال العام يتقوا الله. أنا نوريكم دابا الجهة الأخرى. بون ماشي هادي هي الجهة اللي بغيت نوريكم، ولكن غير واحد الزاوية أخرى. كتشوفوا لي زيمابل كلشي باقي جديد، راه هما يعني كامل مور هاد الشجرة عاود كاين دي زيمابل، راه ربما بلوس دو 20 ايطاج ولا ما حسبتهمش، ولكن واحد تقريبا انا غنوريه لكم يمكن شي 25 ايطاج. مي خص مع هاد التطور ديال العمران تطور حتى العقليات، وهادشي صراحه لتحت ملي كنت كنقطع لو بيي ما شفتوش. باقي خصنا باقي هنا جزء من لوغول، كاين دي كافي، كاين مطاعم. والجهه اللي بغيت نوريكم هي الجهه اللي كتبان راه هي، دونك انا نقطع ونعاود نتصل. قطار، محطه ديال القطار، محطه رائعه ضخمه جد متقدمه. والمكان اللي كنت بغيت نوريكم بون ما غادي يبان شي مزيان، مي في هاد الواجهه هذه كلها عمارات والمطل على الكورنيش محج محمد السادس. دونك سي محطة هادئة، أبار لي ويكند السبت والحد، لأن الناس كيسافروا بزاف. إذا هذا مكان دي إطلالة على هذه المحطة. المغرب في تقدم، ملي كتشوف المواطن جالس ترانكيل كيهضر في التليفون، شي مرتاح، شي في قهيوة، شي
ما كاين لا صداع لا غوات لا شمكاره لا سراقين، كتعرفوا هذوك المحطات القدام كان فين ما كان شي كلوشار كان كتلقاه تما. دونك طورت الامور في الاتجاه الصحيح، خصني نتبعها شويه ديال جيب المواطن نعاود نخلقوا له فرص باش يدور الحركه شويه. هو Et voilà.